importance of real estate and the economic growth. Now we move to Sashaba Nahas, وزير العمل السابق. ودخلت راح تكون بعنوان ضرورة فرض ضرائب على الأراضي والعقارات. شكرا. طيب أنا بحب بلش شوي وضح المفاهيم تما يكون في التباس. العنوان يلي بيميز بين الأراضي والعقارات منه دقيق، هي بين الأراضي والأبنية، لأنه ما في شيء اسمه عقار. إيه؟ لا لا ماشي ماشي ما تعذر بخليك إيه ماشي حق. طيب شو يعني كلمة عقار؟ عقار بتعرفوا بالعربي العقر، يعني انه لما الواحد بيقعد بينجرح حلما بيقعد، او لما كانوا يمركوا مين بيملك الجمل او مين بيملك الحمار بيعقروه، هذا العقر. العقار هو تثبيت الملكية. فينا نكون ما في كل شيء اسمه عقار، تنحكي كلام اقتصادي، في شيء اسمه ارض وفي شيء اسمه منشآت، يلي فيها تكون ابنية بس فيها تكون كمان منشآت زراعية يلي حكما موجودة على الارض. هيدول الشغلتين كتير مفصولين عن بعضه، لأن الأرض لا تنتج ولا تزيد في الإنتاج ولا شيء، هي مجرد تسجيل ملكية لفلان أو لفلان آخر. بينما إنتاج المنشآت من عمار حفافة لبنيات، هيدا نشاط اقتصادي هو مماثل لنشاط صناعي آخر، وبالتالي يسهم في الناتج. تنميز الشغلتين، وبالتالي وظيفيا ومصلحيا لا يجوز خلط هودي بعضهم تحت حجة شيء اسمه عقارات. في شيء اسمه نشاط البناء والتشييد، وفي شيء اسمه المتاجرة بسقوك مثل ما هي متاجرة بسندات مالية تماما. تاني شيء، عذرا من المحاضر قبل مني، اسهام القطاع المصرفي في الناتج ينحصر بأجار صناديق الحديد واشتراكات بشو اسمه هدول بطاقات الدفع، لأن الوساطة المالية منا سلعة نهائية، هي مدخل وسيط، وبالتالي مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي قريب من الصفر. هو عم بياخد من ناس تانيين، ما عم بيبيع ولا خدمة نهائية إلا هودي. تما يكون كمان في إشكال بقى، تنميز بين الأرض والأبني. الضرائب على عملية صناعية اللي تنتج الأبنية مفترض تكون مثل الضريبة على أي عملية انتاجية لأي شيء تاني. إذا كان بالإحصاءات تبع حسابات الوطنية عم تطلع ب 13% هذا النشاط، هيدا انتاجي، انتبهوا مش تجارة الأراضي، هيدا وقتها مهم كتير نشوف قديش من ضرائب الدخل عم بفوت لوزارة المالية من نشاط هذا القطاع. وإذا بيشتغل فيه شي 10 أو 15% من القوة العاملة، لازم نروح نشوف بالضمان الاجتماعي قديش مصرحين من عمالهم. إن شاء الله أكون مغلص، بس برأيي أقل بكتير من 13%. يا ما بيصير حوادث بورش، بيموتوا شغيلة على الأرض، بيسرعوا على السريع بيشطفوا. أنا ما كنت بوزارة عمل كذا حالي من هالنوع، ما بنقدر نعرف شو اسمه الشخص. لنفوت بالموضوع، شو العلاقة بين هذه المسألة وموضوع الندوة؟ العلاقة كتير أساسية، هي أنه تافيها الفجوة وهذه الحدة بين المالك القديم والمستأجر القديم. ليش؟ ليش هالقد حدي؟ لو الفرق شي بسيط ما بتحرز هالقد. المشكلة لا ناجي عن كون الفرق هايل. شو العناصر يلي خلت هالفرق يكون هايل؟ عنصرين. أول شيء أنه التصحيح يلي حصل بقانون 92 للعقود يلي قبله كان تلحظ لحد 99، هذا وقف نحن من 99 لليوم ما عنا أنه، وبالتالي في تراكم لفجوة حصلت بناء على تنعتبره التضخم عموما. بس في شيء تاني كمان، أنه ضمن السلعة يلي عم بيدفع ثمنها المستأجر، هي سلعة خدمة السكن، هي جزء من إنفاق أسرته، في شغلتين، في استهلاك المنتج يلي بيعمروه قطاع التشييد، وفي الخوة يلي بتدفع لمالك الأرض. هيدا الشيء يلي ارتفع بشكل هايل، وهيدا عنصر مش لحاله، إنه هو العنصر الحاسم في بحث قضية قانون الأجارات. هيدا من ناحية يلي ظاهريا علقانين بين بعضهم هاو الطرفين، بس إذا طلعنا شوي نكتشف أنه ما في بس هالطرفين، في لاعبين آخرين أساسيين بهالقصة.
هني يلي عندهم مصلحة انهم يحرروا من هذا العقد مش البنية ما فرقاني معهم بدون هدوة هاي، إنما شافة الأرض تيرجعوا يبيعوا شافة الأرض لمشروع تطوير جديد، وبالتالي في يلي كل عنده المصلحة وفي الزبونات اللي هن براهني عليهم. هيدا هو اللاعب الثالث الأساسي يلي الإغفاله والتغاضي عنه ما بيعطينا صورة منطقية، ومنخلص بحفلات الإقناع اللي عم نشوفها. عند هذا المفصل الأساسي تدخل الضريبة. تنبلش شوي نشوف، رح نحكي عن الأرض بس مش رح احكي عن الأبنية. الأبنية منتج مثله مثل غيره، تدفع عليه عند الاستهلاك الضريبة اللي هي ضريبة الاستهلاك، عمليا عندنا الضريبة على القيمة المضافة، وتدفع على الأرباح ضرائب الأرباح، ويطبق عليه كل ما يطبق، ويدفع مفترض يدفع على دخل الأجار كمان نفس الضريبة، طبعا ضريبة الدخل. هلا مشكلتنا نحن هون مع السرية المصرفية وما منصرع عن الدخل والأخري، حديث تقني ما بتصور وقته. تنحكي عن المفصل الأساسي الأرض بس، ما عم بحكي أنا لا عن الأبنية ولا عن الأجارات ولا عن شيء. الأرض شو هي؟ هاي ملكية الأرض سواء مبني عليها أو مش مبني عليها. الأرض بحد ذاتها ما بينعمل فيها شيء ولا شيء، ما ألا قيمة وبالتالي ما ألا سعر. الأرض بتاخد قيمتها من شو ممكن ينعمل عليها يلي فيه طلع مدخول. يعني الأرض إذا الواحد أرض زراعية بيشوف شو معقول يطلع مدخول، ونسبة لموقعها وصلاحيتها وتربتها وإلى آخره بتكون أغلى أو أرخص. الأرض يلي بده يبني عليها حسب شو فيه يعمل بهالمبنى، تجارة، معامل، شو بعرفني أنا، سكن إلى آخره، ثمن الأرض يأتي من كونها مدخلاً لأكاد أقول كل النشاطات بما فيه الاستملاكات والطرقات والحدائق كذا، استملاكات عامة وخاصة، مدخل لابد منه لتقريبا كل الأنشطة، وبالتالي إلى تأثير عرضي على كل الأنشطة. هذا يعني أنه الأرض منا سلعة نهائية، ما في طلب على الأرض، ما في طلب إلا من كون هذه الأرض مدخل ضروري، وبالتالي من يتمتع بإمكانية عقر هذه الأرض يعني تملكها بيقدر يسمح لقاء بدل أو يحجب استخدامات معينة. عظيم. هلأ هون بيستوقف تنترك الأرض الزراعية لنرجع لها، لأنه كتير مهمة، لنرجع للأبنية، الأرض يلي مخصصة للأبنية. لازم هون ننتبه لشغلتين، لشغلة كتير أساسية، إنه إذا لسبب من الأسباب، زيادة الطلب، اغتنوا الناس، أيا كان، ارتفعت أسعار الشقق ثمنا أو إيجارا، هلأ كمان بنرجع للتفصيل، بنسبة 20% 30%، طيب، وكلفة البناء بعدها مثل ما هي، وعامل الاستثمار بهالمحل 5 لنقول، قديش بيرتفع سعر الأرض؟ سعر الأرض بياخد كل الفرق مضروب بخمسة، يعني بيدوبل سعر الأرض لما سعر الشقة بيزيد 20% إذا عامل الاستثمار 5، وبالتالي هناك مضاعف بنيوي بين ارتفاع أسعار السلعة السكنية وارتفاع هذه الملكية النظرية اللي هي الأرض. إضافة لذلك طبعاً كتير مهم انه يتم السعي لرفع عامل الاستثمار، لانه هيدا كمان بيرفع سعر الارض كمان مره بشكل مضاعف باي طريقه من الطرق، يا اما بمنع وضع اي تصنيف بشكل انه كل اراضي لبنان صالحه للبناء، يا اما من خلال استثناءات، ساعة لانه على الكوع، ساعة لانه اوتيل، ساعة لانه ما بعرف شو، ساعة لانه مهجر كمان بنزيد، او بالزعبره يلي بننطر وراها، شو بنعرف نحن بنشتغل بلبنان، تسويه وقونني. كل هذه هي أشكال مختلفة لتعظيم الغلة، الخوة، الفريضة يلي قادر يحطها هذا المالك الأرض يلي يستطيع حجب أو السماح بالقيام بأي نشاط يلي هو له علاقة بالاقتصاد، هو ما عم بيعمل شيء هذا. هلأ لننتقل إذن إلى الطلب النهائي على الأشياء الفعلية، ونركز طبعا على السكن لانه الظاهر هيدا المعلم انه الطلب على الابنيه الصناعيه كمان كتير مهم واشياء تانية، بس نركز على السكن. طيب خلينا شوي نوضح الصوره.
ما نحن صحيح ما بنعرف كل شيء بس نعرف شوية اشي عن وضع هالبلد طبعا بغياب التعداد والاحصاءات والاخره. بنعرف انه بين سنة 96 وسنة 2004 زاد عدد الوحدات السكنية 100,000 تقريبا 10%. زاد عدد الوحدات السكنية منو في سكنية أساسية وفي سنوية. السكنية الأساسية بحدود 150,000 يعني قريب ل 18%. بس بهالوقت عدد المقيمين ما زاد إلا بنسبة 6%، لا عفوا نزل بنسبة 3%، في حين أنه حجم الأسرة صغر بنسبة 22%. يعني معظم الزيادة يلي عم بيتولد عنا طلب على المساكن مش جاي بقى من زيادة السكان بلبنان، خلصنا منها هاي. السكان اللبنانيين بلبنان عم بينقصوا، جاي من تقلص حجم الأسرة. شغلة تانية، نحن عنا زيادة طبيعية لا تفوق 0.5%، والهجرة تفوق بكتير بحدود 2% بالسنة وبحدود 1.25%، يعني الربع زيادة ناقص 1.25. منخلص عم بينقص عدد السكان. وإذا طلعنا على الهرم العمري عكس ما سمعت بأول هذا، مش صحيح أنه الأولاد عم بيزيدوا والشباب عم بيزيدوا أبدا. نحن كل رهط عمري عم بيجي اليوم عم بيكون أقل من يلي قبله. بطلنا نحن بمرحلة الفورة الديموغرافية. هذا الطلب المحلي طبعا بدنا نضيف عليه الطلب يلي ناتج عن انتقال الناس من محل لمحل من الريف للمدينة، بدنا نضيف عليه الطلب يلي متولد من تهالك الأبنية العتيقة وتجديدها. إنما هذا الطلب هيدي هي مقوماته. مقابله منلاحظ إنه هلا فينا نعمل إنه محبة الأرض والوطن والملكية وقصص ماشي الحال، بس ما ننسى نحن إنه السلعة السكنية هي خدمة. هذه الخدمة كونها بدها تواكب حياة وحدة أسرة وبتتطور، بيكون واحد لحاله بيتجوز بيكون في أولاد بعدين بيروحوا الأولاد وإلى آخره، بيكون مدخوله قليل بيزيد إلى آخره. هيدا لما في انتقال بظروف الحياة، مش بحالة إنه واحد ببلد بعده كله الريفيين وكل واحد قاعد بالبيت اللي برتينوا عن جده وقاعدين فيه، تيقدر ومدخوله بيتقلب مع الوقت ومع العمر. شو هي الطريقة الأكثر ليونة لمواكبة هذا التطور؟ هي الأجار. لأنه لما بده يتملك هذا الشخص وبده يرتبط تيتملك بقرض طويل، هيدا معناتها أنه عم بيضطر أنه يستبق حاجاته اللاحقة وأنه يتحمل أعباء لسيما على صعيد الفوائد لتحمل هذا العبء الإضافي اللي عم بيورته من خلال التملك. نحن شو منشوف هون؟ طيب أوكي، مصرف لبنان مشارك مصرف لبنان مع الدولة بالزعبرة، أنه بدل ما الدولة هي تتحمل الدعم هو عم بخبي الدعم تنزعبر بالأحصاءات تبع المالية العامة. ما شغل المصرف المركزي يدعم ولا شيء. لما يستخدم المال العام للقيام بالدعم هيدا شغل وزارة المالية، هيدا يقر بالمجلس النيابي، هيدا استخدام لمال عام. ما شغلته مجلس شو اسمه هذا مصرف لبنان لا يكون عنده شركة طيران ولا كازينو ولا يدعم الفقر، يشتغل شغله. هلأ طبعا كونهم هودوليك مقصرين هو مكبت عليه. بنتيجة هذا الأمر نحن نستخدم المال العام ليش؟ تنعزز الطلب الداخلي على الشراء، تنضل محافظين على حجم من الطلب، تنخلي يلي عم بيبنوا يقدروا يبيعوا. وبالتالي كونهم هيدول إذا طلعنا بحساباتهم، إذا مش اللي عم بيبيعوا يلي عم بيبيعوا الأرض هيداك يعمر عليها. لما بترتفع أسعار الأراضي بيصير الناس اللي عايشين من داخلهم هون ما فيهم يسكنوا بسهولة، وبالتالي نحن بندعم. وبما أنه ما مندفع ضرائب على أرباح الأراضي، برجع بوضح ما في شيء اسمه عقارات، منكون عم نعفي يلي عم بيربح وعم ندعم الآلية يلي بتخليه يقدر يربح. هيدا استخدام المال العام. إضافة لذلك في أنه مجمل الآلية الضريبية هي منحازة ضد الأجارات. يعني إذا واحد إجا اليوم عمر وباع، الربح يلي صار على الأرض برجع بأكد راح، هذا ما بين
بينما إذا عمر وبقي مالك ويأجر بده يقعد يدفع ضريبة أملاك مبنية، وبالتالي ما عنده مصلحة يأجر. ضيفوا على هيدا أنه القوانين ما بنعرف شو بيطلع وشو بتتجمد وإلى آخره، كل المحصلة تبع الوضع القانوني والضريبة هو منحاز ضد الإيجارات. هلأ هيدي النواحي الاستخدامية للعقار، عظيم للأرض، للملكية العقارية للأرض. بس في شيء تاني اللي لمح له طير حمدان هو كتير مهم، وهون بدنا نبلش كمان، مازال في عنا إخواننا الألمان هون وكمال بلش حكيلهم عن شارع فيردون. هاي فيردون عند الألمان مش شغلة منيحة، شو بدك بالقصة انت؟ لأننا رضيتهم بالبي ام دبليو في، بس خلينا نحكي عن ألمانيا شوي. طيب انتو بتعرفوا انه بيصير حروب بالعالم. نحن كيف طلع عنا اول قانون لتجميد العقود الاجار وتمديدها؟ ايمتى طلع هذا؟ طلع بالحرب. ليش طلع بالحرب؟ اول شيء طلع كانوا وقتها هون الفرنسوية الجيش هون بعز الحرب. شو صار بالحرب؟ انقطعت خطوط الامداد من البحر، كل التجار اللي كانوا مخبيين استوكات عملوا ثروات، طلعت الأسعار، ارتفعت الأسعار بين سنة 39 وسنة 42 85%. كان بعدها في عقود معمولة بقيمة الذهب على أساس أنه الفرنك كان بعده مربوط بالذهب، وعلقوا مين بيدفع ومين ما بيدفع. وبلش أول قرار طلع من المفوض السامي وقتها ممنوع طرد أي عسكري من مسكن اللي مستأجر، بلشوا بالعسكر. شوي شوي عمموها وطلع أول قانون، الأول كانت تطلع بقرارات، طلع أول قانون بالأربعة وأربعين يلي إجا جمد عقود الأجار. انتبهوا، جمدوا عقود الأجار لأنه هيني ينلقطوا، بس ما راحوا حطوا ضريبة على أرباح الحرب. جزء أساسي من الثروات يلي تكونت بلبنان هني من محتكرين يلي رفعوا أسعار البضاعة لما شافوا أنه ما بقى في استيراد، وعملوا ثروات هائلة أثناء الحرب. ما دايما الواحد في محلات بيطال ومحلات ما بيطال، وبقيت مستمرة الحكاية. هلأ دا نرجع لقصة الحرب. بعد الحرب مثل ما بتعرفوا لأوروبا صار في شيء اسمه خطة مارشال. هيدي خطة مارشال إذا الواحد أخذ قيمتها بوقتها كلها سوا وحولها بالقدرة الشرائية تبع دولار العقد يلي نحن هلأ العقد الماضي يعني بسنة 2005 تقريبا، بتطلع انه قيمتها كلها سوا 170 مليار دولار من قدرة شرائية تبع دولار 2005. للصدفة انه مجمل التحويلات يلي دخلت الى لبنان خلال 20 سنة بين 93 و 2013 170 مليار دولار على الأد. استعملنا منه 140 لاشترينا بام دبليو في وغيرها من برا عجز ميزان تجاري، ومخليين 30 مليار دولار احتياطي في مصرف لبنان. عظيم. في هذه الاثناء ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي يعني نسبه اسعارنا تجاه اسعار الخارج مرتين ونص، وبالتالي بطلنا قادرين أي شيء مننجو قابل للتصدير ما بقى فينا نصدره، وأي شيء قابل للاستيراد أرخصنا نستورده ما ننجوه. ما بقينا نشتغل إلا بالإشياء يلي لا قابل لا للتصدير ولا للاستيراد، يعني البناء، المطاعم، الجامعات، المستشفيات، والبادي جارد والفالي باركينج وما تابع ذلك. وبالتالي أنتوا بتتخرجوا هلا إلا إذا ورتانين شي شغلة من هيدول من الأهل، ما عندكم شغل بتهجوا. هاي دول 170 مليار هن يلي ساهموا بإعادة إعمار أوروبا الغربية كلها سوا. ما راح أكثر من 15% منهم لألمانيا الغربية بوقت. نحن 100% فاتوا لعنا لهونيك. بألمانيا كان في الوقت 60 مليون زلمة. إذا أخذتوا أوروبا يلي كلها دخلها هال 170 مليار، عم نحكي عن بحدود 200 مليون زلمة. نحن من غير شر شي أربعة إذا قلنا شوفوا شو كان استعمال مجدي. قارنوا بس شوي شو عم نحكي. ايه طبعا طبعا، استعنا غير شكل، هي النوعية مش الكم، النوعية. هلا تماما،
هلا إدمية لبنانية عفوا ما سمعت فكانوا حرامية وإدمية بتضيع الإيه. طيب هلا هي مشكلة للترجمة بس معلش كملي معنا. طيب هذا ما تحسب اليوم من الوقت هذا. طيب عم بيقاطعوني. طيب أوكي هلا إذا كرمال هذا الشيء هذا البلد عايش على تصدير أهله واستجلاب أموال تنصرفهم على استيراد لتغذية من تبقى. ضمن هذه الآلية شو الوسائل؟ الوسائل شو بده يعمل هيدا يلي بده يجيب مصريات لهون؟ هلا ليش بيجيب مصريات لهون؟ كمان سؤال مهم هذا بس يمكن مش وقته. عم بيجي مصريات كتير لأنه عم نصدر ناس كتير ما بيلحقوا بردوا. هيدي المصريات اللي بيجيبوها شو بدهم يعملوا فيها؟ بيقعدوا بيطلعوا، يا بدهم يحطوها بالبنك، يا سمعوا انه اخرتها هذا العقار خي قيمته فيه والاخر يروح يشتري لك شي شقفة ارض او شي شقة. بيروح بيشتري شي شقفة ارض او في شقة، بس يلي باعوا شقفة الارض او الشقة او مالك الارض يلي مبنية عليها الشقة شو بيعمل بالمصريات؟ بيرجع بيحطهم بالبنك، وبالتالي مثل بعضها. بالحالتين القناتين يلي هن مجيبة مصاري على البنك او باع اراضي هن قناتين متوازيتين بينطلقوا من نفس النقطة وبيصبوا بذات النقطة، بيدخلوا بضعة مليارات كل سنة إلى البلد. لذلك يلي بينتج عن هالشي ارتفاع الأسعار بيأذي يلي مدخوله مش من برا. هيدا شو بنعمل فيه؟ هيدا لابد بجزء منه نعمل له الإجراءات المواكبة اللي حكيناها الدعم، ولابد بقسم تاني انه خليه هاجر كمان، ما بدنا نضل مأمنين انه مثل النعورة يضل يجينا مصاري. هون في كمان تكامل شديد بين هاو اثنين، لانه لما بيرتفع سعر الارض بوصفة سند مالي، انتبهوا سعر الارض هي سند مالي، هيدا بينبسط طبعا وبيروح بيحط يا أما بيسجل رهن يا أما بيقول أنا بملكها وشوفوا أنا شو بيتدين مصاري، وبالتالي قابلين ينصرفوا هيدول حتى من دون بيع. يعني ارتفاع سعر الأرض بيصير مش بس وسيلة لنجيب المصاري، قابل للصرف بين سند ملكي ودفتر شيكات بهذا الاتجاه وذاك حتى من دون بيع. هلأ بهالنتيجة بس لنوضح شو بيصير. يعني إذا واحد أخذ مدينتين بفرنسا قياسهم قد قياس بيروت ك مدينة بمعناها الإداري أو هي وضواحيها، يعني هن ليون ومرسي، وأخذنا بحسب أفضل إحصاءات عنا إياها هون والإحصاءات المنشورة هونيك قيمة المتر المربع السكني الوسطي بيروت مثلهم تماما. الفرق أنه الناتج الفردي هونيك 4 مرات أعلى. هلأ لنروح بس هون عم نحكي عن الوحدة السكنية، فيها العمارة وفيها الأرض وفيها الخدمات ما تنسوا اللي معها. لناخذ شقف الأرض، الأرض الزراعية، إذا أخذنا أسعار الأراضي بلبنان تحديدا زراعية عم نحكي عكار والبقاع وقارناها بمتوسط أسعار الأراضي الزراعية في مختلف مناطق فرنسا بيطلع معنا شيء أوضح. هون عم نحكي عن الأرض بس، تطلع الأرض عندنا 4 مرات أغلى من الأرض بفرنسا بالقيمة النقدية، إذا حسبناها قياسا على الناتج 16 مرة أغلى. ليش؟ لأنه هناك ضرورة سياسية أنه مفاعيل رفع أسعار الأراضي سواء ليه أنه إذا قدرنا نلاقي زبون نبيعه جاي من برا لقطة بيكون عظيم، بس كمان ما بدنا نوزع على المصريات، وبالتالي الرفع الدفتري لأسعار الأراضي ضرورة توزيعية تكل الناس يصيروا إغنية. مشان هيك نحن مضطرين نخلي انه البناء مسموح وين ما كان، وكل الكلام عن بيئة وما بيئة ما له ولا طعمة، مازال مسموح البناء وين ما كان. لذلك الامر نحن مضطرين عطول نمد طرقات ونشق ونعمر حفافة والى اخره. لذلك نحن على طول مقصرين بتمديد الخدمات، لانه بعثرة البنيان وين ما كان هيدا بيؤدي الى نقص في الخدمات ويؤدي إلى رفع كلفة الخدمات على حساب مين؟ على حساب المكلف وعلى حساب اللي عم بيتشكى من الخدمات لأنه مقصرة مضطر هو يرجع يدفع من جيبته مرة تانية.
إيه أوكي وصلنا. أمام هذا الأمر تداخل الوظيفتين تبع الأرض، وحدة كاستهلاك وسيط لكل الاستخدامات، ووحدة كآلية توظيفية. وحال بيقولوا ما بعد بيروت أرخص من دبي، هذا الشخص اللي عم بيقارن متر بيروت ومتر بدبي ومتر بلندن، هذا معناته ما بده يسكن، هذا عم بيوظف مصرياته. القضية من آلي وبكل وضوح عم نحكي عن بالإنجليزي portfolio diversification، هاي الشقفة بنحطها لقد هون. طيب هذا النمط إذا كنا عم نشوف إنه هيدا مسيء اجتماعيا وبيئيا، وهيدا عم بيخلي إنه اليوم إذا واحد بده يكبر مصنعه كلفة الأرض الإضافية أكثر من كل ربع مصنعه، أحسن له إذا في يبيع مصنعه ويقدر يغير التصنيف يعملها شي شغلة يبيعها، أحسن له بألف مرة من وجع راس يدير مصنعه. وبالتالي هذا الاستبدال ليس فقط بين القطاعات، إنما أيضا استبدال ببنية المجتمع. إذا معتبرينه منيح عظيم، إذا معتبرينه مش منيح المدخل الأساسي الضريبة العقارية. الضريبة العقارية بدنا نكون عمليين، نحن إذا ألمانيا مش قادرة تعمل تقييم لأسعار الأراضي، نحن بدنا الشغلة تقدر تمشي وتكون من جهة تانية. بس تاخدوا فكرة، أسعار الأراضي وسطيا بلبنان ارتفعت 3 مرات خلال 8 سنين الماضية، وبمناطق معينة مش بقلب بيروت، أبعد من بيروت، هي الارتفاع على الأطراف بيكون أعلى بكتير، وصلت ل9 ل10 مرات. هيدا كان بترابط محكم، بتحطوا الكورب والكوفاريانس تبعهم شبه تام بين حجم دفق الأموال وارتفاع أسعار الأراضي، بما يثبت هذه العلاقة. إذا هيدا الشيء بدنا نطلع منه، وقت الضريبة تكون فعالة، الضريبة لتكون فعالة بدها تكون بسيطة. يعني إذا جينا قلنا نحن محور الضريبة وتقدم مشروع وتناقشنا فيه وإلى آخره، يلي هو فرض ضريبة 25% على التحسين سعر الأرض، مش البناء، الأرض، بين قيمة يلي بتتسجل فيها التملك إن كان من باب الإرث أو من باب الشراء أو القسمي، مضافا إليها مؤشر الغلاء من وقتها لليوم، هذا الرقم منشوف شو عم تنبيع، الفرق بين 2-25%. في الواحد يقول تحت مبلغ هالقد بلاها وكذا، كله هذا ما حدا يزيد بالإنسانية، ماشي. بقى جينا دائما بتحججوا هني بالفقرة، بقى هذا الموضوع تقديرات الفعلية على السنوات الماضية، هيدا بيجيب أكثر من $1 مليار بالسنة، ومفاعيله الاقتصادية أقل شيء مثل ما قال زميلنا الألماني ديستورتيف، لأنه هيدا بيخفض ربح بيع الأرض، ما له تأثير على قديش قادر يدفع اللي بده يشتري شقة، هيدا عكل حالي بيتحدد من غير محل. أمام هذا الوضع طبعا المدخول عم نحكي مش شيء بسيط، له فعل تصحيحي وله بنفس الوقت مردود مالي. أمام هذا الأمر طبعاً في مواجهة شرسة، حاولنا نربط هذا الطرح بأول مرة بالتغطية الصحية الشاملة، فتصدت لنا كل الطقم بتعرفون الأواديم، رجعنا حاولنا نربطها مرة تانية بسلسلة الرتب والرواتب زيتهم. أوكي. بقى هيدا عمل فعلي عم بيصير يعني، والمواجهة كتير واضحة وما إلى علاقة بتاتاً بأحد أنشطة الانتاجية اللي هو البناء، بل على العكس، لأنه إذا بدنا نحكي كل ما سعر الأرض بيكون واطي كل ما بيقدروا يعملوا إشياء أكتر. هون منصير بشيء تاني، إنما حاولت أحصر طرحي بس بمسألة الضريبة على الأراضي، واعترحتها من باب قيمة الفرق طبعا، لأنه هذا ما بقى حدا عنده مصلحة يزعبر، يعني اللي عم بيشتري بخاف بعدين لما بده يبيع إذا سجل على الواطي بينطرق وبالتالي عنده مصلحة يسجل على العالي، بينما اللي عم بيبيع عنده مصلحة يسجل على الواطي تما ينطرق على الماضي وبالتالي مش هين يتواطئوا. يعني عنده حسنات إجرائية الضريبة، الضريبة مش بس شي نظري، ما بنعرف كيف بتصير القصص. وشكرا. هنبلش ورا هشام.